الله الرحمن الرحيم. اولا شكر خاص للفاس نيوز على المواكبه ديالها لمثل هاد التظاهرات وهاد الوقفات، وقفه والوقوف ديالها بجانب مجموعه من المتضررين ومجموعه من الناس اللي تعانيوا من حيف او من ظلم. مشكوره فاس نيوز على هاد المواكبه المستمره لهاد الوقفات وهاد التظاهرات. نحن مستثمرين على الاراضي السلاليه، يعني كنا هنا حوالي 140 شخص ممثلين من طرف خمس جمعيات. نستنكر بشدة هذا الحيف الذي طالنا من طرف وزارة الداخلية التي أقدمت عليه ومصرة على الاستمرار فيه، لأننا ناشدناها بإيقاف الدعاوى القضائية وما زالت مستمرة. هناك بعض يعني البرلمانيين الذين طرحوا أسئلة في قبة البرلمان وفي المستشارين في غرفة الثانية على وزير الداخلية وعلى رئيس الحكومة، ولم يجيب أحدهما جواب مقنع أو يشفي الغليل. يعني هذا الحيف هذا اللي طالنا احنا يعني عبارة عن من قانون ديال 1919 اللي هو قانون متقادم جدا جدا جدا، وهاد الناس اللي المتضررين هما عباره عن مستثمرين، يعني استثمروا فوق اراضي سلاليه بالشراء وحق الاستغلال، وشيدوا فوق من هاد الاراضي مشاريع ضخمه مدره للدخل، وشغلوا معاهم يد عامله هائله، يعني ساهموا في التنميه ديال العالم القروي في مخطط المغرب الاخضر في الحد من الهجره او الزحف نحو المدن. يعني بهذه المساهمه ديالهم ما كانش انها تقابل بهذا الحيف وبهذا الجحود يعني اللي عاملتنا به وزاره الداخليه، والحكومه لم تستجب ولم تحرك ساكنا. الحكومه في غفله عن هذا، والناشد الجميع ديال المتدخلين والمستثمرين والممثلين ديال الشعب والممثلين ديال السلطات بكل الجهات ان تساهم او ان تتدخل لانقاذ هذه الجهه، جهه فاس مكناس التي تعاني من النقص من الاستثمارات المدره للدخل والمشغله والمساهمه في التشغيل، للحد من هذه الاجرام وللحد من البطاله. البطاله هي كلش، ملي تنقولوا البطاله تنقولوا الاجرام، تنقولوا الضياع ديال الشباب، تنقولوا يعني التشريد ديال الاسر. هذه الجهه تعاني من نقص كبير من الاستثمارات، وهي صمام الامان، هي اللي يمكن لها تضمن الامن الاجتماعي، هي اللي تتساهم في التشغيل. الناس تتشغل تتولي يعني عندها قدره شرائيه لا باس بها، المدينه غتدور. دابا المدينه تتعاني، وفي هذه الظرفيه المدينه تتعاني او الجهه تعاني، والداخليه توجه دعاوى قضائيه ضد مستثمرين اللي هما مساهمين في التشغيل ومساهمين في واحد عده امور ايجابيه في هذه البلاد. تنطالبوا حنا هاد السلطات انها تشوف شي حل، او الحكومه تشوف هذا القانون ديال 1919 خصو يتبدل لانه متقادم جدا، ما تيضمن الحق ديال حتى واحد. قانون اللي هو قديم، الداخليه شافتنا وحنا تنستمروا على هذه الاراضي وما نهاتنا، ما بالعكس كانت مباركه منها باعطاء دعم مادي دعم معنوي، كانت تشجع هذا الشيء واعطاء رخص واعطاء شهادات اداريه، اعطاء رخص للتزويد بالماء والكهرباء. يعني كانت واحد عده الامور اللي تعتبر مساهمه من وزاره الداخليه، والان تنتفاجئوا بانعتنا بالمحتلين وباحكام ابتدائيه لحد الان ابتدائيه بالطرد من هذه المشاريع. لمن ستؤول هذه المشاريع بعد الطرد؟ هذا سؤال عريض. يعني احنا تحرقنا راسنا ملي تنبقاو نفكروا مشاريع يعني ضخمه. انا الا طردتني من هذا المشروع لمن غتعطيه؟ واش غتعطيه لشي مواطن واحد اخر؟ كلنا مواطنون مغاربه احرار، شعارنا الخالد الله الوطن الملك، شعارنا خالد يعني وشعار من نابع من القلب، ماشي عندنا ما تنصطنعوه ولا دا. نحن عندنا غيره على بلادنا، واكبر تعبير على اننا تنغيروا على هذه البلاد
هو الاستثمار ديالنا في ارض مجهوله، يعني ما عندها حتى ضمانات. ولكن ملي شفنا الداخليه تتبارك وتتعطي رخص وباركات هذا الشيء سواء معنويا او ماديا باعطاء دعم، وهذا يعني كانت مبادره منا وكان حسن نيه، واستمرنا على هذه الاراضي للمساهمه في نهوض هذه الجهه. كان بامكان واحد المجموعه ديال المستثمرين، راه ماشي ناس اللي غير جاوا استمروا، انهم يستثمروا في مدن وحده اخرى، يستثمروا في اراضي تيتري يعني محفظه، يعني غير الداخليه ما فهمناش علاش بالضبط قامت بهذه الخطوه، وبالضبط علاش بدات بجهه فاس مكناس وهي اللي فيها عليها الضغط بزاف. يعني الا كانت غتزول لنا الارض باش تعطيها لهاد اللوبيات العقار، يخلصوا لنا غير الزينه ديالنا، حنا تنطالبوا غير بالزينه التي فوق الارض. الا ما بغيتوش تعطيونا حساب، اعتبرتونا حنا محتلين ولا ماشي من ذوي الحقوق. اما هي المنطق تيقول اننا مغاربه واحدون من طنجه للقويره، يعني ما كاينش هذا ذوي الحقوق وهذا غير ذوي الحقوق. هذا اللي تسميه انت ذوي الحقوق هو اللي تعطات له او ورث هاد الارض من اجداده وما عرف ما يدير بها، جا مستثمر او لا شخص اخر شراها بحسن نيه، شرا حق الاستغلال، يعني كان تنازل من هذا السيد اللي تسميه انت ذوي الحقوق، تنازل منه على حق الاستغلال، وتم الشراء ديالو من طرف شخص واحد اخر. يعني هذا الاخر ما يمكنش هذا تنعتو بذوي الحقوق وهذا بغير ذوي الحقوق. والدليل باين، فاش سير اي منطقه دخلتي لها أطلق البلايص اللي مقادين الضيعات اللي النموذجيه، الضيعات اللي مساهمه في المغرب الاخضر، وهو ضيعات يعني اصحابها اشتروا حق الاستغلال من ذوي الحقوق. الارض اللي تلقاها ما زال كلها حجر بدون اشجار بدون نتيجه، تتلقاها كلها اراضي عند مالين اللي تسميهم هما ذوي الحقوق. نحن نستنكرها بشده هاد كلمه ذوي الحقوق وغير ذوي الحقوق، لانه انا بالنسبه لي مصطلح يدعو الى التفرقه. نحن كلنا مواطنون احرار، شعارنا الخالد والثابت هو الله الوطن الملك، وعاش صاحب الجلاله، ونتمنوا له الصحه والسلامه وطول العمر، حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.